أصدقاء الحلوين، يا هلا ويا كثير الهلا بيكم. مثل ما تشوفون هذا المكان اللي هو مجرى مال نهر، نهر هذا مال ثلوج مال جبال ذائبة، وهنا دا يجري. فأنا قلت استغل الفرصة والجو الحلو وأصور لكم الفيديو من هذا المكان. فيديونا لهذا اليوم هو لو بقالك آخر 24 ساعة وتنتهي الحياة وينتهي العالم، يضرب الأرض نيزك، تصير فد كارثة كبيرة، شنو اللي راح تسويه بآخر 24 ساعة؟ سألت المتابعين الحلوين وجتين الأجوبة، وراح أقول لكم أنا إيش راح أسوي لو أدري أنه هاي آخر 24 ساعة عيشها وراح ينتهي العالم. أحلى تعليق وأكثر تعليق عجبني، وحياك الله يا حيدر صقر، كتب آخر يوم بالعالم أشوف آخر فيديو عندك. الله الله، هذا المتابع اللي يعطيك واهس تروح جبال الأنديز وتصور له فلوج عن جبال الهيمالايا وعن الكوت والصويرة والشطرة. خلينا نشوف التعليق الآخر من Life is good، أعتقد الأخ من لهجتن بين سوريا. خلونا نشوف. حبيب قلب ومتابع مخضرم، أنا شخص يكره الموت ويهابه، لهيك راح أشتري كيلو حشيش وأظل حشش وأشوي لحمة خروف ليخلص الوقت عشان ما أخاف وما أفكر بهالشي. يا حبيب القلب، الحشيش هذا يسوي كوارث، دير بالك على نفسك، أنا أخاف عليك. أما فقرة الخروف جدا أشجعك وجدا أأيدك، الخروف يعني من أجمل ما في الكون. المفروض عجائب الدنيا السبعة يخلون أول عجوبة بالعالم اللي هي الخروف، فخذ الخروف، كتف الخروف، لسان الخروف بالريوق، راس الخروف كله على قبق الخروف اللي هو اللية، وإلى آخره. حياك ثم حياك. هسه راح نجي إلى محمد ضياء، حبيب القلب متابع قديم جدا. آكل أكلات اللي أحبها وأروح برحلة خطرة ومغامرة وأرجع أرتب روحي والبس ملابس جديدة وقعد أنتظر يخلص آخر يوم بالدنيا على مود أكون أرتب واحد بيهم بشرفي أنيق، بشرفي بحيث لما تروح تتحاسب هناك حتكون أنيق وحاط عطر. إي مو إحنا عندنا مقابلة مال عمل. لا والله بس تعليق حلو، حلوة الروح الرياضية هيك. هنا اكو تعليق شوية بيروح من العنصرية ومن الطائفية، فالمفروض ما اقرأ بس راح اقرأ. شخص من طائفة معينة دا يكتب بالتعليق انه يروح على منطقة تنتمي الى طائفة اخرى ويفخخها لانه عنده اخ او اخوان استشهدوا. الله يرحم اخوانك اذا استشهدوا، بس خلي ببالك شغلة، العراق ما بي حدود ولا برقابة، يعني تقدر تجيب بضايع فاسدة وتدخلها العراق وتبيعها والناس تسمم وتموت تنتشر بها الأمراض. ماكو رقابة والحكومات كانت ضعيفة بسبب السقوط وبسبب مشاكل وإلى آخره. فأنت تخيل بلد نفطي وبلد عظيم بثروات بقد السماء، أكو هواية دول إقليمية بالمنطقة، ما تري هذا البلد يصير برأس الخير. بما أنه هذا البلد تقدر تجيب معلبات وأكلك سبايرة خلصانة وتدخله إله، ما تقدر تجيب قنبلة من دول إقليمية حقيرة وتفجرها بمنطقة من طائفة معينة وتجيب جماعة تعطيهم فلوس يتبنوها على أساس هم من ديك الطائفة المعاكسة وتشعل حرب بهذا البلد، حتى بالتالي لا تسوي ميناء الفاول كبير ولا تصنع ولا تنتج ولا تزرع ولا تحصد، الظل تبيع بالنفطات وتشتري أكل وشرب من الخارج. ها وزيدك علم، البنزين همينة دا نشتري من الخارج، مع العلم إحنا أكبر بلد نفطي بالعالم أو أحد أكبر بلدان نفطية بالعالم. فيا طائفي راجع نفسك وافهم اللعبة صح، لأنه بسبب الناس اللي من أمثالك بلدنا تخربط وهاجرة والكفاءات وناس تكتلت. الطائفية لعبة اللي يقودوها هم فقط، واللي يتحركون مثل قطع الشطرنج هم مو الأغبياء، هم حش السامع حش السامع الحيوانات اللي يتحركون بسبب الكراهية المذهبية. ننتقل للتعليق الآخر. والله ما أدري بس يمكن لو يبقى عمري يوم هم أطلع من العراق. الأسمر أبو السمر حبيب قلبي، ترى شباب اللي طالع من العراق وعايش سنين بأوروبا بدول العالم، خلي يقول له لأخونا الأسمر، هل تسوى أنه لو يبقى لك يوم واحد بي تطلع من العراق؟ فأعتقد يعني مو ذيك البيج ديل أنه تركت العراق، يعني إحنا صح جينا بس ما نقدر نرجع، ليش؟ لأنه تعلمنا لغة وزرعنا نفسنا هنا وبلشنا بالشغل، فشوية صارت الأمور بها صعوبة. إن شاء الله تحقق أمنيتك قبل لا ينتهي العالم. هنا كليو، أوه أطلع برا العراق، والله عمي هواي ناس تتمنى تهاجر. هنا روي كامبل، أحقق أمنيتي اللي هي أسوق دبابة وماكو شي ببالي ما أسوي، ما أحب أقول لك صلاة وصوم لأن أنا واثق من نفسي بيهن،
واثق من نفسك، يا اما انت يعني تصوم وتصلي وعلى عيني وعلى راسي، او ما تصوم وتصلي هم على عيني وعلى راسي، قابل شريد منك اني. بس حتى تحقق امنيتك راح اعلمك طريقه سهله. تروح على الحاسبه تنزل لعبه اسمها جي تي اي 5 او جي تي اي فاي سيتي، وتنزل تشيت اتصور اسمه جيت تانك. هسه راح تنزل لك دبابه وسوقها وفجر واقتل وطلع الغضب مالتك كليته هناك. نيجي للتعليق الاخر، طبعا التعليقات اللي بها لايكات اكثر حتكون بالنهايه. اترك الشغل على طريقة الافلام، الطريقة مال تكسر الكيبورد على رئيسك بالشغل وتطيح اسنانه، من ريان صالح. شرفي هاي الطريقة حلوة، وهاي الفكرة جهنمية، بس يا ريت لو تكتب لنا انه شنو اللي خلاك تكره هذا رب العمل. اكو ببعض الدول الاوروبية رب العمل يكون يعني نذل 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 ويستعبد الناس اللي يشتغلون عنده، فان شاء الله تكسر الكيبورد على راسه قبل لا ينتهي العالم، وطريقة هوليوودية، ويوقع طقم اسنانه وتوقع الباروكه اللي لابسها براسه اللي على اساس هو يغطي بها شعره قبل لا ينتهي العالم. بس لا، فكره حلوه. هنا أنا امير احمد، اتواجد في مكان كغابه او متنزه وسولف على الانجازات اللي سويتها، واكيد راح افتخر بنفسي دائما وابدا. حبيبي بس احتمال يطلع لك دب او يطلع لك ذيب، فما راح تضطر تسولف له على الانجازات، راح تقول ابي كورونا حتى لا يعضك وحتى لا ياكلك. كتب التعليق امير احمد، تحياتي لك، فكره حلوه جدا. أنا راح أسولفها جوا هذا الجسر، الأشياء اللي مسويها بحياتي، الإنجازات. فاطمة كريم، أخذ أمي للحج إن شاء الله. يا رب تأخذين أمك للحج، وإن شاء الله قبل لا ينتهي العالم. بس هو حتى لو سمعنا خبر بالتلفزيون أنه نيزك راح يضرب الأرض 24 ساعة وينتهي العالم، فلازم رأساً واحد يكون عنده شركة مطيران ويطير يروح للحج، وجوز ينتهي العالم بوقت ما يصادف موسم الحج. يلا نشوف هلهلهلهولة من القلب، لأن راح نخلص من الدنيا ونروح نشوف شكو بجهنم. حبيبي هناك الدنيا حارة، وهناك راح تلقى جماعة قاعدين قسم المشاوي، صفهم قسم المسلوقات، وهناك بالأخير يجيبوك بالشطل ويحطوك بطشيت كلتا ماي حار، ويمكن صلصة مال المكسيكانو، ما أنصحك تجربها. هنا خليل مراد، تعليق شويه بيفد نبره بيها عنصريه، بس احنا راح نجاوب ونعكس المحبه بقلوبنا. انتم المسلمون تروحون على جنه، على جنه، وراح تتعاركون في الجنه، ونحن البقيه نروح على النار، الحمد لله راح نرتاح. حبيبي اني هسه اقدر اجاوبك، بس راح اخرج عن سياق المهنيه في مجال اليوتيوب، بس راح اجاوب جواب دبلوماسي. نتمنى انه الكل والكل أنه تمشي بطريق الصحيح، والجنة مو ملك أحد ولا ملك طائفة ولا ملك فئة معينة، كل إنسان وأعماله. اللي يعمل عمل زين يأذي حتى لو كان متدين، فأكيد هذا راح يصير تكة وكباب، فمو ملكنا ولا ملكك ولا ملك كل أحد. أراني الجمعة، أركب مركبة فضائية وهاجر على أقرب كوكب مجاور وارتاح من كوكب الأرض كله بقلب بعضه، وإذا ما قدرت ألاقي مركبة فضائية بشتري كيلو ماريوانا وبقعد تدخن فيها لحتى راسي يعبي على المضبوط. ما عندي خبره اني بهاي الامور مال الماريوانا والى اخره، بس يمكن اللي يضرب له مدري كم غرام مو يصير بيه سكته قلبيه، فدير بالك على نفسك انه بيطلع بلاغ كاذب لو خبر من بيج يطلع كذب، ماكو نهايه عالم، بعدين تتدمر وتصير مدمن وكذا. المهم خلي شويه غير المكان، مليت من هذا المكان، فنجي نوقف هنا. ايه هسه نهفه، أصارح كم شخص وقل له حقيقة نفسه وطلع اللي بقلبي مضموم من 20 سنة. أحمد برهان الجبوري، والله حاول أصارحهم هسه جديات، لأنه هي الحياة وحدة، فأنت استغل حياتك واستغل وقتك، ولا تظل تنتظر لحظات حتى تحقق بها الشغلات اللي تريدها. يا شباب عندي فد طريقة بالحياة أو فد فلسفة، إذا ببالك شغلة سويها هسه ولا تنتظر، لأن الحياة ما راح تنتظرك. افرح اللي راح التقي بوالدتي في دار الاخره، يا ربي يجعل مثوى والدتك الجنه يا اسو بيوتي، والله يرحمها للوالده. اتمنى بهذا اليوم اكون قاعده ويا اهلي، ابوي وامي واخوتي الاربعه مثل قبل. صح الظروف كانت صعبه بس حلوه بنفس الوقت، بها طعم، ولو هسه مو مثل قبل، صغار يعني ما راح نكون 7، اذا اخذنا ازواجنا وجهالنا حنصير 21 شخص. الله يساعد امي على هوسه، يعني حلو واحد يلتم ويا اهله، بس اذا يصيرون 21 شخص واطفال، الكبار يحبوا الراحة، فشوية ارحموا بحالهم، دزوا الأطفال بالروضة وروحوا زوروا أهلكم ممكن. هنا أنا عموري العراقي، أترك الغربة وأسافر وأرجع يم والدتي، أخلي راسي بحضنها
ما عندي أغلى من رضاها ولا أغلى منها، الله يحفظ أمهاتكم يا رب. هذا التعليق محصل أكبر عدد من اللايكات، وطبعا محصل من عندي لايك ومحصل من يمي قلب. ربي يحفظ لك الوالدة من كل مكروه، وإن شاء الله تشوفها بأحسن الظروف، وإن شاء الله يا ربي دائما تفرح بيك وتفرح بأحفادكم، ويحفظ لك الأهل كلهم من كل مكروه. إن شاء الله تلتقي بيها بأقرب وقت ممكن. كليتنا هاي أمنيتنا، أنا همي أنا أتمنى هسه أخلي راسي بحضن والدتي، لأنه صار لي أكثر من 5 سنين ما شايفها. بس غير هاي الحياة الواحد شي يسوي؟ ما تقول لي شي يسوي؟ يشيت من الجسر يوقع بالمي هنا ويتكسر، لو يجيب له خيمة وينصبها هنا ويسوي تمن ومرق، لو يسوي مشاوي. بشرفكم كتبوا لي شلون مكان حلو. ها حبايب قلبي، نسيت أقول لكم، بالنسبة إلي لو أدري إنه بقت 24 ساعة ينتهي بها العالم، شنو اللي راح أسوي؟ تدرون شنو راح أسوي؟ راح أجيب طلي وشرط هرفي يعني يافع، وعلقه هنا زين مهلس ونظيف وكذا، علقه هنا، وهنا انصب منقله واجيب العده كلها وافرش هنا حصيره. لما يصير وقت الريوق اطلع لسان الطلي ومخ الطلي، وشويه من فخذ الطلي اسوي بمخلمه وذنيته لسان، وتعرفون هاي سوالف الريوق مال العراقيين، باتشا وما ادري شنو، وشاي هاي منتهي منها. فهنا خلصنا الباتشا وخلصنا جزء من الفخذ. لما يصير وقت الغداء ايش راح اسوي؟ راح اجيب الكتف مال الطلي كلها، راح اجيبها الفها بسيليفون واحطها بنص كوره مال النار، واجيب جدر اسوي بيه تمن، وشغله الاخرى الفخذ الداخل اللي بقى اللي بالريوق استعمل جزء من عنده، راح اسوي بيه تكه. تعرفون شو التكه؟ يعني شيء فلحم يسموها بالسوري، واشوي بحيث ريحه المشاوي توصل تعبر الاتحاد الاوروبي بحيث يمنعون الطيران فوق، واضرب الغداء. وبالعشاء ايش راح اسوي؟ راح اشوف شكو باقي من الطلي، فخذ، كتف، صدر، ظهر، ايد، رجل، ما ادري شنو. هذا الطلي حجيبه من العراق او من سوريا، لان هناك الطليان بهاليه، اجيبهن كلهن احطهن بجدر، احط فوقها زيت، احط فوقها بهارات، احط فوقها مي، واخليه على النار الى ان يصير قوزي وتشريب، واضرب ضرب من هذا التمام. بس راح يسالني واحد يقول لي تقدر تجيب طلي هسه؟ اقدر اجيب طلي بس ما عندي مكان اجمده به. ليش؟ لانه الثلاجه مالتنا صغيره، فيراد لي مجمدة، وهنا بالمانيا ما حد يقدر يجيب مجمدات، ودوختها دوخة يراد لها مكان وإلى آخره، فلذلك ما أجيب طلي في هذا الوقت. المهم أصدقائي، قرينا لكم التعليقات، إن شاء الله كنا خفيفين الظل عليكم. تحياتي لكم، سوينا لايك اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وآسف بالنسبة للتعليقات الأخرى اللي ما أقدر تقراها، لأنه إذا أقراها كلها يمكن ما راح يكفي الوقت، أنظل 10 ساعات، فما أريد أطول عليكم. تحياتي لكم، نلتقي في فيديو آخر قريبا. Bye-bye.